كابتن علاء، الف 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 مبروك. مبروك يا ايمن، والف مبروك ال 11 يا اهلي. ال 11 لا لسه تعدي النهارده بس، وبعدين نتكلم على 11. الف مبروك طبعا لجماهير النادي الاهلي العظيمه ومجلس ادارته كابتن محمود الخطيب ولاعيبه النادي الاهلي كلهم وجهازه الفني والاداري وكل من ينتمي للنادي الاهلي العظيم على كل بقاع الارض. العشر قلقان خالص صحيح، خالص 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 مهما كان، يعني حتى لو الشوط الاول كان الى حد كبير لسه برده مش مطمن قوي، لكن انا ما عنديش قلق خالص. ثقه الفريق الاهلي كبيره جدا، وعارف ان الفروقات في الاخر هتبقى واضحه بين الاهلي وكايزر حتى لو ما حصلش الطرد، عشان بس الناس ما يربطوش المكسب بالطرد. مع على مع مرور الوقت الاهلي كان الموضوع بالنسبه له ان شاء الله كان يبقى كان جاي. الامور تسهلت شويه، لكن ما الكفتين بعيد قوي ايمن مهما كان. حتى لو كايزر شيفر وصل النهائي، وكنت بقول لك ان هو اتسحب للنهائي، لكن لا، ما بيجي عند النادي الاهلي الامور بتختلف والمقاييس بتختلف والمعايير بتختلف نفسها طبعا. الف مبروك للنادي الاهلي، والنادي الاهلي هو ده النادي الاهلي، تحطيم كل الارقام، بيعمل معجزات للنادي الاهلي دلوقتي، قرب لريال مدريد خلاص. احنا كنا بنتكلم وانت في الاستوديو من اسبوعين ان النادي الاهلي مين اللي بينافسه؟ ريال مدريد. يا جماعه اسكتوا، مظبوط بجد والله، يعني خلوا المنافسه الناس اللي قد بعض، الناس اللي زي بعض. حلوه دي. لما طبعا لما الكبار يتكلموا والكبار موجودين هدوء بقى خالص، لما تقربوا للكبير يبقى نتكلم. النادي الاهلي كبير في حته ثانيه خالص. الف 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 مبروك، ومفيش حد يقول لي 11 يا اهلي لسه، خلي الناس تفرح النهارده عشان عارف ان بعد الاستوديو ال 11 يا اهلي سيبهم النهارده وفرحتهم ويفرحوا بالعشرة النهارده وايام جميله، الايام اللي احنا فيها دي الحمد لله. وزي ما قلت انت ايمن، العيد عيدين، وجماهير النادي الاهلي النهارده فرحتها طاغيه. مظبوط. الف الف مبروك جماهير النادي الاهلي، وان شاء الله دايما من نصر لنصر ومن فرحه لفرحه.